اهلا بكم على مكتب الرئيس. الجزء الاخير من البرنامج تحديدا قبل الفاصل اتكلمنا عن نقطه تملك الاراضي ومطالبه اهل سيناء تحديدا ان هم يتملكوا الاراضي طبعا يستغلوها في شكل زراعه الى اخره. وطبعا الناحيه الامنيه كان فيها نوع من خطوط حمراء لانه الوقت الحساس اللي بيمر بيه البلد. انا عايز اروح لاستاذن ضيوفي اروح بس لاستاذ عمرو وتحديدا كان في مشكله للمستثمرين برضو موضوع الاراضي ده، ايه هي يا استاذ عمرو؟ يعني هيك اتفقنا اعتقد في عادتنا النهارده ان احنا مشاكل سينا حصرناها في ثلاث نقاط اساسيه. واحد منها المشكله الامنيه، اثنين مشكله تملك الاراضي او تحقيق استقرار لاهالي سينا ليحقق بالتالي استقرار لسيناء، والمشكله الثالثه احنا عايزين نتكلم عليها هي توفيق اوضاع المستثمرين اللي راحوا وغامروا برؤوس اموال في وقت بدري جدا يمكن في اوائل التسعينات، وتم منحهم اراضي كانت بتمنح لجميع الناس يعني باسعار فعلا يعني زهيده ساعتها، يعني دولار للمتر. وكانت الاراضي دي زي احنا في جمعيه مستثمري جنوب سيناء اخذنا اراضي بنظام التنميه المتكامله، ده كان هدف استراتيجي من الدوله انذاك يعني ان احنا يبقى في استثمارات في سيناء بحيث ان هي تبقى تعتبر حمايه لحدود مصر الشرقيه. اللي حصل ويمكن احنا مش عارفين ده هل عن عمد او عن يعني حصل من مين؟ في وقت الرئيس مرسي الإخوان السابق ان كانوا بيضغطوا علينا جدا بان دولار المتر دي ما كانتش سعر مناسب للارض في 92 برغم ان احنا عملنا مشروعات يمكن هي دي اللي رفعت سعر المتر. كنا بناخد الاراضي بدون مرافق بدون ميه بدون كهرباء بدون تليفونات، وتم عمل مشاريع بنظام البي او تي او اللي هي بيقول يعني بس التليفونات الشبكه على طول هناك في سيناء في جنوب سيناء. لا احنا الحمد لله عندنا الى حد ما شبكه لكن قصدي تليفونات حتى الارضي، فقصدي احنا كمجموعه مستثمرين رحنا من بدري عملنا استثمارات كبيره ووظفنا ناس كتير، وجات الدوله دلوقتي او في وقت الرئيس مرسي يعني كانت بتطالبنا فروق اسعار اراضي من دولار يمكن ل 12 دولار باثر راجع. حد استجاب؟ حد ضغط عليه؟ حد تهدد؟ لا مش تهدد، بس كان في ضغط جامد جدا طبعا، وتهدد ان الاراضي دي هتتسحب. كان في احنا ما نقدرش ننكر بعد الثوره وبعد وفي ظل حكم الاخوان كان في حاجات غير منطقيه بتحصل. احنا عشان نقدر نشجع مستثمرين اكتر ان هم ييجوا لازم نوفق الاوضاع مع المستثمرين اللي كانوا اوريدي موجودين من الاول، لان مفيش حد بيني وبينك هيشتري حاجه ويعمل مشروع ويعمل دراسه جدوى بناء على ارقام معينه وتيجي بعد 5 أو 6 سنين تقول لا ده انت خدت الارض رخيصه جدا اديني بقى فرق سعر عن الارض عن الفتره اللي فاتت. فدي هتاثر جامد جدا على مناخ الاستثمار في سينا. احنا عايزين نجيب ناس اكتر تستثمر في سينا بحيث ان احنا نأدي دورنا كمان كمستثمرين في تحقيق الاستقرار لسيناء وتبقى سيناء. طيب قبل يعني الوقت ما يجري عايز اتكلم بس مع الشيخ عيسى في نقطه مهمه قوي. احنا عندنا في جبايل في عرف وفي دوله وقانون الدوله. انتوا بالنسبه لكم محاكم بقى وقضايا وغيره يعني عندكم الجبيله هي العرف يعني ولا واحترامكم لمحكمه الدوله وغيره ازاي بالامور دي بتتم؟ اولا عندما يعني تحدث مشكله ما بين الجبايل العرف اسرع في الحل. مثلا انا ببعث للي له معاي مشكله اولا بقعد لك عند فلان اللي هو القاضي العرفي بنروح بنقعد، لما انا بقعد هو بحط كفيل وانا بحط كفيل اللي هو متحدث عني يعني لا كفيل كفيل الحق اللي يطلع من عند القاضي يعني القاضي بيقول مثلا علي مثلا يمكن انت ان كاني انا غلطان او زي كذا يمكن علي يمكن يطلع علي 100,000 هو كفيل هذا كفيل وهذا كفيل بتقعد عند القاضي بيطلع الحق على طول القاضي. اما بقى المحاكم بقى المحاكم محاكم مدنيه بقى طواله يعني طواله مع ان الاعداد مش كتيره يعني يعني طواله. شوف كيف بتقعد 6 أشهر 7 أشهر سنة بتقعد القضية هي. فلذلك القضاء العرفي أسرع من القضاء الحكومي في حل المشاكل. يعني القضاء العرفي المشكلة تخلص في 10 أيام. في مشكلة كبيرة يعني ممكن القضاء المدني يكون يفيد بها أكتر من القضاء العرفي يعني ولا مفيش دايما القضاء العرفي بتلجأوا ليه في الاول؟
لا فيه في ناس ما يلجاش للقضاء العرفي. يروح بيروح للقضاء المدني. ويقدم شكوى في القسم، والقسم يجي وياخذ سين جيم وسين وجيم ويحولهم على القضاء المدني. ويقعدوا لما تنحل القضية، لما يحكم فيها الحكم، حكم المحكمة لما يحكم فيها بتمشي. هذه مثلا يعني غالبيتها فيه، غالبيتها في الأراضي. في موضوع الأراضي، أغلبها في موضوع الأراضي. موضوع الأراضي. بس كنت عايز اسالك سؤال بس للعلم يعني. موضوع توثيق السيارات انتهى دلوقتي. انتهى الموضوع. بس نشرحه بس للناس، توثيق السيارات ده اللي هو لما يكون في مشكله بين يعني عيله وعيله. بالظبط. بيطلعوا في الطريق ياخدوا العربيه بتاعته، بياخدوا العربيه بتاعته. بس هم بيغلطوا دلوقتي في التوثيق. الانسان لما انه بياخد توثيق من انسان، اول بيت يقابله يحطه عنده، يحط عنده ثمن العربيه ولا العربيه؟ لا، يحط العربيه، يحط العربيه، يسيب العربيه. اول بيت يقابله يحط العربيه عنده ويقول له انا فلان موثق من فلان بسبب الموضوع الفلاني. من يوم انه يجي لك ويديك القضاء العرفي اديله سيارته. طبعا انتهى الموضوع ده لانه بيختلف مع قانون الدولة المدنية. بس دلوقتي مثلا يعني اختلف، دلوقتي بياخذ السيارة بروح بيها على بيته، ما بيحطهاش عند اول بيت، ما بيحطهاش عند اول بيت. بس انتهى التوثيق ده ولا لسه؟ انتهى دلوقتي، انتهى خالص، انتهى. هاي نعم. احنا عندنا برضو مثلا يعني انا هتكلم في جزئية جزئية في تنمية في سيناء. تمام. انت عارف احنا دلوقتي سيناء شبه مقفولة، كوبري السلام مقفول نهائي، ولا بتعدي منه ولا سيارة ولا حاجة. ده مثل كوبري اللي هو اتعمل الربط سيناء والحل مشاكل سيناء، الكوبري ده اتعمل دلوقتي مقفول. طيب المعديات تيجي على نمرة 6 في الإسماعيلية من الساعة 7 والساعة 8 كده، خلاص اركن. الفردان اركن، بتفضل ايه؟ بتفضل معدية الأنطرة، بتركن معدية منهم ومعدية واحدة بتشتغل. وده بيعمل تكدس في سيارات النقل، بيصل قدام معدية الأنطرة يمكن 200 سيارة في الليلة. سيارات النقل. والكلام ده ما بيصحش، ما بيصحش ان احنا نقفل للحاجات. اتأثر المزارع في تصدير خضار، اتأثر المزارع في تصدير خضار، اتأثر في تصدير محاصيله، اتأثر في مثلا رمضان اللي فات انا عديت كفاك صايم وعديته في الحر، الكوبري ممنوع اقرب له ولا معديه واحده، عديت بعد الفطار انا معديه واحده، تقعد تمشي بالراحه. المعدية بتحمل قاطرة، ومن هنا أربع عربيات، ومن هنا أربع عربيات صغار. ما ينفعش زي كده. ما ينفع. احنا بنناشد المسؤولين وبنناشد السيد، لأن الموضوع ده متعلق بقرار من وزير الدفاع. وبنناشد السيد وزير الدفاع على فتح كوبري السلام وتشغيل المعديات. طيب سيادة اللواء، يعني الاوضاع دايما هل فعلا الاوضاع لتنميه سيناء بايد الامن دلوقتي هو اللي لازم يدي الضوء الاخضر عشان يمشوا التنميه، ولا ممكن التنميه تمشي في نفس والله انا الأمن؟ اعتقد ان الاثنين يمشوا في خط متوازي ومتوازي مع بعض يعني. بس هو اللي انا بقوله يعني التحسن الامني هو الاساس في كل شيء يعني. النهارده
حضرتك شوف خلال الفترة اللي فاتت يمكن عملية تفجير خط الغاز لمصنع الأسمنت ومصنع خاص بالقوات المسلحة، الكلام ده كله يعني لا شك إن ده بيدي نوع من القلق، وإن برضه المستثمر زي الأخ ما قال بيرمي فلوس، يعني محتاج إن هو يرمي فلوس في حاجة آمنة. فأنا بتصور يعني إن لو انتهت العمليات الإرهابية اللي احنا بنشوفها، ما زالت برضو بعض منها موجود، يعني يمكن بالأمس أو أول أمس كان في برضو اعتداء على أحد الكمائن في رفح والشيخ زويد. فإحنا بنقول يعني مع التحسن بجهود إخواننا وموجودين في سيناء، يعني الحقيقة لا شك إن الأمور طبيعي هيمشي التنمية في الوقت. هل أنا ممكن أتكلم عن وقت زمني معين؟ والله ما اقدرش، يعني ممكن الامور تستقر مره واحده وممكن تاخد وقت، انما انا بقول لحضرتك امانه احنا نتوقع، يعني لو قلنا العمليات الارهابيه دي خدت وقت قد ايه، نقول سنه بالظبط من ساعه تغييرات 30/6، احنا النهارده داخلين على 30/6، فنقول سنه، يعني لو تشوف حجم العمليات اللي تمت وحجم المجهود اللي قامت بيها القوات المسلحه والاجهزه الامنيه، الحقيقه كتير، يعني كون انا بقول لحضرتك تقديرات رسميه بتقول وصلنا ل 80-90%، يعني الباقي هي 10%، ممكن تقول شهرين 3-4 بمعاونه الاخوه الاعزاء في اهالينا في سيناء. النقطه دي اتكلمنا فيها في الفاصل، تعاون الاهالي، ما انا سالت الحقيقه ده اساس الشيخ عيسى وقال لي احنا بنتعاون، بس من الناحيه الامنيه بقى التعاونوا كانوا ازاي؟ من الناحيه الامنيه طبعا لا شك مش عايزين نقول ان داخل الاسره الواحده في سيناء النهارده ممكن تلاقي واحد من جماعه الاخوان وده اخوه مثلا مش منها ضد بعض والكلام ده كله، فبيبقى صعب على الاجهزه الامنيه الوصول الى يعني الناس اللي هم عاملين القلق اللي موجود في سيناء في الوقت الحاضر. انا بتصور امانه تقديراتنا لن تتعدى شهور بسيطة هيعود الأمن في سيناء كلها بالكامل ويبتدي الاستثمار والتنمية، لأن طبعا الوقت أزف ومصر لا تتحمل يعني انتظار أو يعني الموضوع يطول أكتر من الفترة اللي فاتت. هل بالناحية أمنية، هل لو تمت استتباب الأمن بشكل كامل وما تمتش تنمية هيرجع تاني الخطورة الأمنية زي ما كانت؟ طبعا لا شك يبقى في خطورة طبعا، لأن الناس إخواننا في سيناء الحقيقة زي ما نقول وصلوا للدرجة اللي هي عايز يحس إن هو لا فرق بينه وبين المواطن في جميع أنحاء مصر في الوقت الحاضر. وبعدين أنا قلت لحضرتك حبينا في البداية أقول إيه تمثل سيناء بالنسبة لمصر، أنا بقول لحضرتك كنز في الزراعة وفي الصناعة في السياحة، يعني في أجزاء كبيرة من سيناء لم تستثمر بعد حتى الوقت الحاضر، في موارد عديدة، يعني أنا بقول لحضرتك دي موارد، يعني مشروع يكفي خط التفريعة، أكبر ميناء في مصر هو اللي هيبقى شارع بور توفيق، أكبر ميناء في مصر كله لحاويات والكلام ده كله، يعني مشروعات هتعمل طفرة كبيرة بالنسبة لسيناء وبالنسبة لمصر كلها بصفة عامة. فأنا يعني بطمن المشاهدين إن يا دوبك تنتهي الامور والمشكلات الامنيه دي هتبتدي مشروعات عديده هتتم في سيناء. طيب رايك كيف، بس سؤال يعني مهم قوي كمان، تعديلات كامب ديفيد هل في كلام عليها؟ هل انت شايف ممكن تعدل ولا لا من ناحيه؟ انا اقول لحضرتك حاجه، احنا عارفين الموقف مصر في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالجماعه الارهابيه وبنقول يعني كويس ان كان وزير الخارجيه الامريكي جه مصر منذ بالامس اظن او اول امس، يعني الامور ابتدت تتحسن، ولكن في مشكلات اخرى بتعوق مثل هذه الامور. طبعا عشان تعدي الكامب ديفيد اعتقد ان هي محتاجه نوع من الاستقرار في المنطقه، لان انت ما تقدرش تقول اعدي الكامب ديفيد وانت ما زال في عندك توتر موجود في سيناء. فالنهارده احنا بنقول ان مع الاستقرار ومع عوده مصر لمكانتها الطبيعي والارهاب ينتهي والكلام ده كله، هتبتدي مصر تطالب بحقوقها كامله اسوه باي طرف اخر. يعني ما فيش ما يمنع ان احنا نطالب بتعديل. النهارده عايز اقول لحضرتك حاجه، في قوات وصلت الى منطقه طابا عشان تامن ان ما يحصلش اي اعتداء على الطرف الاخر. النهارده زادت القوات اللي موجوده عند في رفح والكلام ده كله في العريش وعلى باقي الحدود، يعني ايه اللي ناقص؟ توثيق. فالتوثيق ده ممكن يتم في اي لحظه، مفيش مشكله، بس الامور تستقر وتستعيد مصر مكانتها افريقيا وعربيا ودوليا وكله، كل الامور هتتفتح. طيب استاذ عمرو، ايه المطلوب في جنوب سيناء عشان الدوله يعني تساعد وتنمي الاستثمار هناك؟ ايه المطلوب؟ مفيش، احنا قلنا كل النقاط يمكن المطلوبه، احنا زي ما قلنا كده الامن، توفيق الاوضاع او نظره اخرى للمستثمرين اللي موجودين في سيناء دلوقتي اللي هم اتأثرت استثماراتهم سلبيا جامد جدا في اكتر من سنة اللي فاتوا، وياريت يعني الدولة تطرح علينا مشاريع جديدة هي شايفة ان احنا ممكن نساهم فيها بحيث ان احنا ننمي سيناء. دي تقريبا هي الحاجات هل بتفكروا
جنوب سيناء يبقى في استثمارات في شمال سيناء؟ طبعا طبعا، مكان جميل. زي لا، استثمارات سياحيه نفس اللي بنعمله في جنوب سيناء ممكن يبقى موجود برضو. المنطقه العريش جميله، يعني شمال سيناء فعلا ليها طبيعه جميله. لو في امكانيه ان احنا نستثمر في جنوب، في شمال سيناء، او يكون في طرح الاراضي او مشروعات، يا ريت نساهم فيه. طيب تعليق اخير قبل ما نفضل، اتفضل يا شيخ عز. تطوير الاستثمار في سيناء عايز ثلاث حاجات سريعا، اتفضل يا شيخ. الميه، الميه، الكهرباء، الطرق. صح، الميه مفقوده. الطرق، انا عندي ثلاث محاور طرق من ايام محمد علي لحتى الان. بس الطريق الشمالي، الطريق الاوسط، الطريق الجنوبي، هذا الطريق، هذا الطرق اللي عندي. طيب اخر سؤال، انت متفائل؟ متفائل ببكره هيبقى في تنميه وشكل بقى كويس في؟ نعم، متفائل. اوعدنا الرئيس السيسي في كل كلامه ان يكون في تنميه جاده في سيناء. تمام، تنميه جاده. واحنا منتظرين هذه الكلمه. تمام، متفائل سياده اللواء في الوضع؟ انا متفائل جدا الحقيقه لسيناء ومصر كلها ان شاء الله. متفائل استاذ عبد؟ متفائلين ان شاء الله. شكرا لحضراتكم، نورتونا يا فندم جميعا. تقدير الاحترام للألقاب والمناصب لحضراتكم، نورتونا على مكتب رئيس سيادة اللواء جمال مظلوم الخبير الاستراتيجي. شكرا يا فندم نورتنا. طبعا شيخنا الشيخ عيسى خرافين احد شيوخ قبيله رميلات وبرفح، والشيخ زويد وعضو مجلس الشعب السابق. شكرا يا فندم نورتنا يا فندم. واستاذ عمرو الهامي عضو جمعيه مستثمرين جنوب سيناء، شكرا لحضرتك على حضورك. وشكرا لحضراتكم. طب بالطبع على مكتب رئيس بينتظروا ملفات أخرى تصبحون عارفين.